الخير يا مزيانين، هذه حظك اليوم بايتين، زعما شنو مخبية لكم الأبراج؟ نبداو ببرج الحمل على سعيد العاطفي. يا حمل زعما شنو مخبي لك حظك اليوم؟ يلا نبداو مهنيا، عندك إبرام صفقة ولا باش تروج المشروع ما؟ بالنسبة للموظفين فما زيادة في الراتب نتاعهم كمكافأة على المجهود اللي يقوموا به. عاطفيا وصحيا حافظ على نفس الروح، نفس الطاقة، الطاقة والمحبة والعطاء والتفاؤل اللي يخليوك محبوب وعندك القبول نهار كامل. برج الثور، مهنيا نحب نقوله عندك تحديات اللي تتمثل في تلبية حاجيات الأسرة. بالنسبة لوضعك المادي باش يكون جيد. عاطفيا عندك تغيير فجئي، عندك مديدة ما عملتش بروجرام انت وشريك حياتك، وباش تقروا تخرجوا وتعيشوا في أجواء رومانسية. صحيا خليك على استعداد ديما لأي تغيير ينجم يصير، نعرفك يا سور تتأقلم فيسع. برج الجوزاء، عيش في أجواء مهنية سليمة باش يكون قائد جيد بالنسبة للأشخاص اللي يشرف عليهم، مهمته باش يخدمها على أحسن وجه، ما فماش تذمر وإلا تشكيات. عاطفيا نحب نقوله يخصص وقت أكثر لشريك حياته ويحاول يشرح له وجهة النظر متاعه بكل اتزان وروية. صحيا أعطي روحك وقت تفرهدها باش تتخلص من ضغوطات وتجدد طاقتك. برج السرطان، حاب نقوله مهنيا لازم تكون اكثر اجتهاد وقايت باش تبدل في الريتم دو ترافاي نتاعك، تتاقلم فيسع مع التطور اللي موجود في محيطك. عاطفيا نقوله يا سيدي خليك بجوش وخليك متفائل، تفرح قلب شريكك. صحيا عندك شويه قلق ناتج على شويه تخمام زايد، ننصحك باش تسترخي وتخليها على ربي. برج الاسد، يا سيدي يا ملك، مهنيا اليوم تحس في روحك مضغوط ورغم الضغوطات هذه قاعد تلقى في حلول، وتعامل في زملائك قد جهيدك، وهذا الكل يخلق جو من الاحترام والمحبه. عاطفيا ما كانتك في قلب الحبيب كبيرة، حتى لو كان ما يعبرش بكلامه، شوف مواقفه وكل حد شنية طريقة تعبيره. صحيا نقيت باش تزور العائلة وتعدي معاهم منهاير مزيان. برج العذراء، العذراء والصحة والعمل والعاطفة، وقيت باش ترتاح وبدنك في حاجة للراحة. مهنيا اخدم على قد جهيدك، مهما عندك تراكمات حدد أولوياتك وخطط باش شنو تبدأ. عاطفيا نقولك تعيش في حاجة محليها وماشي في طريق صحيح. برج الميزان، محليك يا ميزان كيف تبدأ تخطط بهدوء وروية، كل شيء موزون لك مندفع ولك بخيل، زد الخدمة ماشية على العال، وعاطفيا ماشي كل خطوة بحسابها بكل عقلانية والعقل يخدم القلب. صحيا نشوف فيك متوازن، تنقص كان من العصبية اللي تنجم تأثر على صحتك. نشوفوا برج العقرب، العقرب نهار اليوم باش يكون فيه ياسر صراحة، برشا دبلوماسية. مهنيا عندك أخطاء لازمك تصححها وتنتبه أكثر وتكون دقيق أكثر. عاطفيا باش يكون فما جدال صغير والحل لازمك توصل وجهة النظر متاعك وتحاول تقنع شريكك بفكرة معينة فيما يخص مسارك العاطفي. نشوفوا برج القوس، عاطفيا عشت جملة من الاضطرابات اللي خليتك تخمم في روحك قبل كل شيء، تتخلص من علاقة سامة، خليك متفائل، مازال خير في الدنيا. مهنيا فما تراجع في المردودية متاعك بحكم الظروف الراهنة، باش تلقى يد مساعدة من طرف زملائك. صحيا نقولك صحتك مش لعبة وحاول رجع ميزانك كما كان. برج الجدي، عاطفيا نقولك ما تسكرش الباب واعطي فرصة لروحك أكثر باش تحب وتتحب وتلقى فارس أحلامك اللي في بالك أنت. مهنيا نشوفك إنسان جدي مسؤول وتخدم بقلب رب وعريتم هذا فما كان نتائج الإيجابية. صحيا نقولك ما تخدمش على حساب صحتك وقايت باش تاخذ وقت ترتاح فيه. برج الدلو، عائليا عاطفيا نلقاك اجتماعي، عندك مفاجأة تتمثل في زيارة شخص كان متغرب عليك عنده مديدة، وتسمع بزيادة مولود في العائلة يتربى في عزكم. مهنيا عندك شوية مصروف ليامات وباش تاخذ سلفة لتلبية حاجيات العائلة. صحيا واصل على هذا المنوال، ما فما حد شيء تتشكى منه. نفاوك العادة والعوايد، برج الحوت، مهنيا نحب نقولك إذا كنت تخمم في نقلة من مقر العمل متاعك راهو مهوش وقت وجملة، خليك رزين وما تتسرعش. على سعيد العاطفي، ما عادش تتهرب من مشاعرك يا سيدي، عبر وتكلم وفرح قلبك. صحيا صحتك في استقرار، أما لازمنا شوية سبور. كانت هذه حظك اليوم بايتين، ونتلقاو في موعد جديد، وإن شاء الله ديما ديما مزهرين. باي باي.